في هذا الشرح سوف نرى طريقة شحن حساب باي زيرو وأيضا طلب بطاقة الفيزا كارت. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن إخواني نكمل سلسلة شروحات الباي زيرو. في الشرح الأول رأينا طريقة إنشاء حساب الباي زيرو، وفي الشرح الثاني رأينا طريقة تفعيل الحساب عبر سكايب، وفي هذا الفيديو سوف نرى مع بعض طريقة شحن حساب الباي زيرو بعدة طرق، وبعدها التواصل مع الدعم وشحن البطاقة لدولتك عن طريق البريد المسجل. أول شيء سنقوم بتسجيل الدخول إلى حساب الباي زيرو، ولكي تقوم بطلب البطاقة يجب عليك أن تقوم بشحن حسابك البنكي. ولشحن حسابك يوجد أكثر من طريقة، نذكر منها الطريقة الأولى عن طريق حساب باي زيرو آخر. إذا كان تعرف أي شخص آخر لديه حساب باي زيرو أو حساب سكلير أو حساب سبيكترو كوين، فيمكنه أن يقوم بالتحويل لك عن طريق التحويل البنكي. كل هذه الحسابات يمكنها أن تحول إلى الحساب البنكي باي زيرو. الطريقة الثانية، إذا كان لديك شخص مقيم في الخارج مثلا في فرنسا أو في إيطاليا ألمانيا، يمكنه أن يقوم بالتحويل لك عن طريق التحويل البنكي أيضا. كل ما عليك دائما هو تضغط على Add Fund من هنا، وبعدها تصعد للأعلى هنا، بعدها سوف تختار من هنا دولة المقيم. مثلا إذا كان لديك أحد الأقارب في فرنسا فستختار فرنسا من هنا. مباشرة سوف تظهر لك بعض المعلومات، أهم هذه المعلومات سوف تأخذ السويفت كود والكود بانك والبنك نيم والأدرس والريسيبيان اللي هو الاسم الخاص بك في حساب الباي زيرو والريسيبيان أكاونت وهو الإيبان. إذن هذه المعلومات سوف تقوم بنسخها، تنزل قليلا وتكتب هنا المبلغ الذي سوف تقوم بطلبه من هذا الشخص، على سبيل المثال $50، تضغط على $50. كما تلاحظون الكوميسيون هي صفر، يعني لا يوجد أي عمولة على التحويل البنكي، وبعدها تضغط على Get Instruction، وبعدها تظهر لديك المعلومات التي يحتاجها الشخص الذي سوف يرسل لك المال. تقوم بتحويل تلك المعلومات، نريد أن نذكر السويفت كود والبنك كود والبنك نيم والبنك أدرس والريسيبيان والريسيبيان أكاونت. والريسيبيان أكاونت قلنا هو نفسه كود الإيبان، إذا كان سألك هذا الشخص عن كود الإيبان فقل له هو نفسه الريسيبيان أكاونت. إذن بعد ما يأخذ هو تلك المعلومات يذهب إلى أي بنك في أوروبا ويقوم بتحويل لك. مدة وصول الرصيد تكون ما بين يوم إلى 3 أيام، وقد تصل إلى أسبوع أحيانا. الطريقة الثالثة لشحن الحساب وهو عن طريق وسيط. على سبيل المثال يوجد هذا الوسيط Changer for you، هذا الموقع يقدم لك خدمة تحويل الرصيد من حساب إلى حساب. فعلى سبيل المثال إذا كان لديك حساب أدفي كاش و فيه رصيد وتريد تحويله إلى الباي زيرو، فتختار من هنا الأدفي كاش وفي الجهة الثانية تختار الباي زيرو أورو أو دولار على حسب العملة، وتقوم بكتابة هنا الرصيد وسوف تنزل للأسفل وتضغط على الإكسشنج وتتبع الطريقة. سوف تقوم بإدخال بعض المعلومات الخاصة بك وتحويل الرصيد. يمكنك التحويل بعدة طرق إذا كان لديك أحد هذه الحسابات، إذا كان لديك مثلا البرفكت موني، البايزا، الباير، الأوكيباي. إذن نتمنى إخواني أن تكون الفكرة واضحة، طريقة شحن الحساب. إذن كانت هذه هي طريقة شحن حساب الباي زيرو. الآن سنمر لطلب بطاقة الباي زيرو، تابع معي. لطلب بطاقة الباي زيرو يجب أن نتفق على أحد النقاط. يجب أن نعرف ما معنى شحن. إذن الشحن delivery هو الشركة التي سوف تشحن لك هذه البطاقة. فطرق الشحن هي متعددة، يوجد الشحن السريع ويوجد الشحن المسجل ويوجد الشحن ستوندار أو العادي الغير مسجل. بطاقة الباي زيرو حاليا سعرها هو 15 أورو. حاليا الفرق بين الشحن الأول والثاني والثالث أن الشحن السريع قد يكلفك ما بين 60 إلى 70 أو 80 أورو. من بين مزايا هذا الشحن أنه تصلك البطاقة في مدة ما بين 3 إلى 10 أيام. الشحن المسجل هو شحن يعطيك نمبر تراكينج، رقم تتبع، وهذا الرقم يمكنك أن تقوم بإدخاله في موقع للتتبع أو عبر الباي زيرو وتتبع البطاقة أين هي. الشحن المسجل يكون ما بين 30 يوم إلى حتى 50 يوم أو 60 يوم، ويوجد أشخاص أعرفهم وصل معهم إلى 90 يوم. لكن الشحن المسجل فهو محمي أكثر من الشحن الغير مسجل. لماذا؟ لأن الشحن المسجل كما قلنا يعطيك هذا الرقم، وهذا الرقم يمكنك أن تبحث عن سلعتك أين هي أو أين وصلت أو أين اختفت. الشحن المسجل سعره في الباي زيرو هو حوالي 4 أورو. إخواني بعد ما نقوم بملء الحساب نقوم بالتوجه إلى باي زيرو فيزا من هنا، وبعدها
نرسل الرسالة إلى الإيميل. Login Confirmation كنا قد تطرقنا لها في الشرح الأول، يمكنك العودة لها، يمكنك مشاهدة الحلقة الأولى لسلسلة البايزيرا. عدنا إخواني، هذا هو الكود، نضغط على Send the Code. إذا تظهر لدينا هذه النافذة، ننزل للأسفل، بعدها نضغط على Order a Card، تظهر لدينا هذه الواجهة، ونقوم بكتابة الاسم الأول من الدولة الخاصة بنا باللغة الفرنسية أو الإنجليزية. سوف تظهر لديك الدولة وتختارها، بعدها سوف تختار المدينة أو الولاية، أيضا تقوم بكتابتها. بعدها نكتب العنوان الكامل، رقم المنزل، وبعدها الشارع أو الحي، وبعدها البلدية أو المدينة التي تسكن بها، ونضغط على Address is correct. من هنا تظهر لدينا هذه الواجهة، تقوم بكتابة رقم الشارع كما قلنا، رقم الشارع وبعدها رقم المنزل، وهنا تكتب البوستال كود، وننزل قليلا للأسفل، وبعدها من هنا تختار يا إما الآن ريجستريد إيميل ب$1، يعني الشحن الغير مسجل، أو الشحن المسجل ب$4. أنا سوف أختار ريجستريد إيميل الشحن المسجل، ويصبح السعر الكلي للبطاقة 15 + 4 أورو، وبالتالي سوف أدفع 19 أورو. بعدها سوف أختار طريقة الدفع، كما تلاحظون لدي طريقة واحدة وهي عن طريق الحساب البنكي في بايزيرا. بعدها توافق على شروط الاستعمال وتضغط على Next. بعدها تظهر لديك المعلومات هنا كما تلاحظون، تتأكد من صحة معلوماتك، إذا كان أخطأت في أحد المعلومات يمكنك الضغط على Change من هنا، وإذا كنت متأكد من المعلومات يضغط على Confirm. بالنسبة للإخوان الذين سيطلبون البطاقة عبر الشحن السريع أو الشحن المسجل، فسوف يصلكم رقم تتبع عبر الإيميل، يعني بعد ما تصبح البطاقة جاهزة سيرسل لك رقم التتبع. نضغط على Confirm لتأكيد الطلبية. شيء آخر إخواني، إذا تلاحظون في الستاتيو هنا موجود لدينا تاريخ، هذا التاريخ هو التاريخ المتوقع الذي ستصلك فيه البطاقة، ليس سوف تصلك في هذا التاريخ بالضبط، يمكن أن تصلك قبل أو بعد هذا التاريخ. إذا كان أنا نصيحتي، إذا كان لم تصلك بعد شهرين تقريبا، يمكنك التواصل مع الدعم عبر الشات لايف. وبالنسبة للإخوة الذين يتساءلون عن طريقة شحن البطاقة عبر الشحن السريع DHL، فالطريقة جد سهلة إخواني، كل ما عليك هو التواصل مع الدعم من هنا، لأن سعر الشحن يكون على حسب المنطقة التي تسكن بها. فبعد ما تقدم لهم هذه المعلومات سوف يحدد لك السعر الخاص بالشحن، يكون ما بين 50, 60, 70, إلى 80 أورو، وبعدها توافق على الشحن وتطلب منهم في اللايف تشات بأنه يقوم بالشحن وبأنك موافق على هذا. فمباشرة هم بعدها بعد يومين تقريبا أو 3 أيام، بعد ما يقوم بإرسال لك البطاقة عبر الشحن السريع، سيقوم بخصم الرصيد من هنا. ما تبقى لي إخواني إلا أن أشكركم على مواصلة هذا الفيديو إلى النهاية، ونتمنى منكم الضغط على زر لايك وسبسكرايب وكومنت، وشارك هذا الفيديو مع أصدقائك لعله يستفيد منه أحدهم. إلى فيديو آخر نلتقي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.